معك حق، بس كمان مو معقول نرفض دعوة أبو سمهر. الزلمة وضعه ما كان بالبلد وبجوز يلزمنا على غفلة. شو يعني؟ وإذا عمل قصر جديد ضروري يعمل له حفلة مطنطنة يعني؟ لك ستي لا تدققي، الزلمة حابب يفرح بحاله. شفت مرته أم سمهر شو شايفة حالها ومأنزعة وكأن مالك القلعة؟ قال شو؟ تعوا لورجيكم الصالون، هذا كله قطعة وحدة، هذا كله رخام من إيطاليا، ولا تعوا شوفوا هالعفش ما أحلاه، هذا أنا سافرت بنفسي على إسبانيا وجبته من هنيك، ولا شوفوا هالتريات يلي ما في حدا بالبلد عنده منها، وتعوا شوفوا الحمامات والتواليتات، وتعوا على أوض النوم. يخرب بيتها ما لم صدق حالة بنوب. لا وشو بتقلي من روس مناخيرها وهي عم توداني؟ شو أم طارق؟ لساتكن ساكنين بالفيلا القديمة المهريرة؟ نحن الفيلا تبعنا شحدناها لابن حماي، بس كل الحق عليك انت. ها الحق علي انا؟ ليش بقى يا أم طارق؟ لأنه انت غصبتني عن روحه وانا ما كنت بدي روح. ولا يهمك يا أم طارق، وحياتك رح عمر لك فيلا ما حدا عمر مثلها بنوب، وصدقيني رح تكون فريدة زمانها. روح عنا يا، سمعنا من هالحكي كتير. مزبوط، بس هالمرة رح أزبط لك الفيلم تمام. شلون بقى؟ أنت ما بتتذكر الشركة الأجنبية يلي منعوها تفتح معمل مبيدات عنا؟ بلا تذكرتها، شو بها؟ أنا عم حاول دبرها ترخيص، ويبدو لي إنه جماعتي رح يوافقوا لي ومو نسياني تعبي منوب. والله تعي لأحكي لك، تعي أروى، تعي. شو رأيك بقطعة هالأرض يا أم طارق؟ والله ما بعرف حبيبي، أنت شو رأيك؟ والله أنا شايفها نشطة وشرحة وعالية وهواها نظيف، ولا تنسي إنه أكبر المسؤولين بهالبلد والتجار الأغنياء ساكنين حواليكي هون. وكم دنم تطلع هاي الأرض؟ يعني بدك تقولي شي 5 دنومات، منعمر دنومين ومنخلي الباقي للجنينة والمسبح، شو رأيك؟ ما في مانع، بس يعني باختصار أنا بدي مسبحين، واحد صيفي وواحد شتوي، يعني بدي فيلا ما حدا معمر مثلها بالبلد ابدا ابدا. ولو يا ام طارق خايفه علي، قسما بالله رح خليها تصير حديث البلد كلياتها ويجوا يتفرجوا عليها مثل برج ايفيل. بس انت طولي بالك علي شوي. الو الو يا غالب، الله يرضى عليك اتصل لي بالمؤسسات الهندسيه كلياتها. ايه بدي اسم احسن مهندس بالبلد. ايه الله يرضى عليك لا تأخر، بس مو تنام على القصة، بدي اسمه يكون على مكتبي بكرة، فهمان؟ لا تتأخر، الله معك، مع السلامة. شو يا أستاذ ماهر؟ بالظاهر مالنا قد المقام حتى عم تدلل علينا؟ لا ولو يا سيدي، هو العين ما بتعلى هالحاجة. لك أنا حاجة بهاد؟ بعتت وراك أكثر من 20 مرة وأنت ضاربة طناش، بقى شو القصة؟ أه؟ صدقني يا سيدي إني مشغول كتير، عندي مخطط فيلا بالجبل لأبو العلا، وديكور جديد لشقة أبو الندب المالكي، وفوق هالشي مطلوب مني تقديم دراسة لمجمع تجاري من 10 طوابق لأبو سومر على الأوتوستراد، وتنفيذ شالي على البحر. بس هلا بس، ما في داعي لكل هالسرسرة. فوراً بترمي لي كل شيء ورا ظهرك وبتتفضلي إلي وبس، منيح هيك؟ سيدي مثل ما بتأمروا، بس شو بدي أقول للعالم؟ قل له أنا عندي شغل ضروري لأبو طارق، وإذا حدا زعجك بكلمة واحدة قل لي. على كل حال بكرة الساعة 5 بدك تطلع معنا حتى تشوف الأرض يلي راح عمر عليها الفيلا، منيح هيك؟ عجبتك الأرض؟ بصراحة الأرض عجبتني كتير كتير، وشفتها مرتاحة كمان. عجبتك ما هي؟ أنت شفت لي هالمناظر ما أحلاها؟ قالوا شو كانوا بدهم يعملوها حديقة عامة. وينك أستاذ؟ أنت مهمتك هلأ تعملنا فيلا ما صار مثلها بالبلد بنوب بنوب، يعني فريدة زمانها. اسمع يا سيد ماهر، ليش واقف؟ تفضل تفضل استريح. يا سيد ماهر، أول كل شيء بدي المدخل يكون عريض كتير، يعني إذا انفتح الباب يدخلوا كل سيارتين سوا مشان ما يصير عجقة وقت نعمل حفلة.
وبدي هيك فوق حجر أبيض، قوس حجر أبيض مثل هذا اللي شفناه بتدمر أبو طارق، شو اسمه؟ أرك دو تريانف، قوس النصر إذا فرنسيتك ضعيفة. وبدي الحديد ستانلس ستيل، أمطعم بنحاس وبرونز. ولا تنسى تصمم لي على الباب بشكل أنيق طبعا، غرفة للحراس، ولا لك أعملهم غرفتين بيكون أفضل، لأنه بركي يسلموني منصب أعلى لأن فيه هيك ريحة. وبدي الأرض الخام تلياني ملون أخضر وأزرق، والعواميد بازلت منحوت، والسقفية بلور ملون. أنا بدي مساحة الصالون 200 متر، 200 متر هيك بدي، ويسع 300 زلمة على القليلة. وبدي غرفتين صفرة ومطبخين كبار لأنه أبو طارق ضيوفه كتار. وبدي يا سيدي ما أنت 4 حمامات، واحد إلي واحد إلنا وواحد للولاد وواحد للضيوف. وبدي منك 7 غرف نوم، وكلهم كلهم يكونوا مطلين على الحديقة. وبتعمل لي بالطابق الأرضي مضافة فيها محل المنائل، وخرج نعمل فيها عزايم ومناسف على الأرض يعني. وبدي غرفة لشرب الشاي والقهوة والأراجيل والمتة. ايه طبعاً. وتكون بتطل على الجنينة من كل الجهات. وبدي 3 مناسف، واحد للفريكي وواحد للكبسة وواحد 3 مسابح، واحد صيفي وواحد شتوي وواحد ميتو فاترة. أنا لحد هلأ ما عم بقدر بفهم ليش أنت شركتنا مكدس بالمستودعات وما عم ينباع؟ ممكن أفهم ليش؟ سيدي لأنه الموديلات اللي عم نطالعها قديمة، بعدين القطاع الخاص عم ينافسنا. لك شو هالعلاك الفاضي؟ هلأ كل شغلة بدنا نلزقها بظهر القطاع الخاص؟ قلولي السبب المباشر والحقيقي بيكون أفضل. سيدي بصراحة الألاف صارت قديمة كتير. أوف، وشلون قديمة بقى؟ أنا لما سلمت إدارة هالمعمل كان عمره 5 سنين بس. صحيح مولانا، وحضرتكم صلكم مستلمين المعمل 19 سنة. أوف، 19 سنة؟ فظاع شلون الوقت بيمرق والعمر بيمضى. معقول أنا صار لي 19 سنة بهالمنصب؟ صدقوني مالي حاسس. سيدي إن شاء الله العمر كله يا رب. المهم منرجع لموضوع كساد بضاعتنا، أنتوا ليش ما بتعملوا عمرة للآلات وصيانة عامة؟ سيدي نحن أحب على قلبنا، بس بدنا قطع تبديل. مزبوط معك حق، بس القطع بدها قطع نادر، والقطع النادر نادر. ادخل. عفوا أستاذ، وصل المهندس ماهر ومعه الكتالوجات. خليه يدخل. حاضر أستاذ. وهلأ يا جماعة بدي منكم تقرير بأسباب كساد إنتاجنا، وكل واحد منكم لازم يقدم لي دراسة لهالموضوع، واجتماعنا بإذن الله بعشرين الشهر الجاي حتى نصادق على طرق المعالجة. حاضر. يعطيكم العافية. أهلين مهندس ماهر، قلي لشوف شو صار معاك؟ جبت لك الكتالوجات سيدي، اتفضل نقي منها الفيلا اللي بتعجبك لحتى اسوي لك اياها. ومنين جبت هالكتالوجات؟ هي موجودة عندي، هي كتالوجات لأشهر الفيلات العالمية بالشرق الأوسط. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك يا بني آدم بيصير أنت ما عم تفهم علي؟ أنا بدي فيلا ما لها شبيه، فيلا تكون فريدة زمانها والعالم يضربوا فيها المثل. مثلا بدي سور مثل أسوار القلعة، له حصون وله أبراج، والجناين بدي إياها مثل حدائق بابل، والمنظر العام الخارجي للفيلا بدي إياه على شكل الهرم، لا مو هرم، دي موديل هرم صار، على شكل الأرجيلة. أرجيلة؟ إيه نعم، يعني المهم بدي شيء فريد عجيب متميز ما خطر على بال حدا منوب. بقى فكر منيح وشغلي مخك شوي، شغله يا أخي. أنا بقترح الشكل الخارجي للفيلا يكون على شكل الكرسي، موافق؟ يعني ما حدا عنده مثل التصميم؟ لا 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 أبداً. عظيم كتير، شو رأيك مطاري؟ ماشي الحال، اتكلنا على الله. طيب هاي شو
حيطان الغرف رح عملكم ياهم دائرية وبدون عضايد، بينما السقف رح يكون على شكل قبة بتكية. منيح؟ ايوه. طيب بالنسبة للتبريد والتدفئة رح اعملهم على الطاقة الشمسية، ورح اعمل البواب بتنفتح وبتتسكر لحالها على صوت حضرتك او على صوت مطارق. بيصير هالشي؟ طبعا بيصير. ويا ترى في حدا عنده مثل هالبواب؟ ابدا سيدي. سمعاني مطارق، ما حدا عنده مثلها. ومن جهة تانية رح تجيكم المي مخلوطة بريحة الزهر. يعني ما حدا سبقنا لهالشغلة؟ ابدا مدام، انا صممتها مخصوص لكم، ورح اساوي لك فوق غرفة بلور بلور ما بتسمع فيها الا صوت العصافير، مشان تقعد فيها تريح اعصابك وتسترخي وتعرف تفكر على 100 مهلك. يا سلام، برافو عليك يا ماهر. سمعاني ام طارق، قال مشان فكر لحالي، بس انا خايف. ولا يهمك ولا يهمك معلمنا، هيك غرفة ما حدا عنده منها منوب. ورح اعمل لك جزيرة بنص المسبح ورح ازرعها نباتات استوائية. مرحبا. اهلا وسهلا سيدنا يا اهل، شرفتوا. يعطيك العافيه. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. شو اخبار الفيلا تحت انظارك يا ماهر؟ لا تمام، الشغل منيح الحمد لله. ناقصك شي مواد؟ ابدا ابدا. لا لا لا، قل لي اذا ناقصك مواد، انا مستعد اطمرك تمر بكل شي ناقص. الله يطول لنا عمرك. الحقيقه يا ماهر، انا جاي مشان ضيف تعديلات بسيطه على المخطط. تكرم عينك، ولو انه انا الصالون تبع الضيوف عدلته وسويته مثل مضافي. عظيم، يعطيك العافيه. بهالمناسبة بدي اياك تساوي لي الي برج حمام على اخر طابق، لاني انا وصغير كنت حب كتير صيد الحمام، وكان جدي الله يرحمه كل ما يجي ضيفي يقول لي يا عزيز طلع على البرج وهات لك جوز حمام حتى نسلقه لضيفنا. وكمان بدي منك تبني لي بالجنينة ان للجاج، مو مشاني مشان ام طارق، لانه ام طارق من لما كانت صغيرة كانت تطعمي الجاجات بايدها بالضيعة. عفوا بس على هالصورة صار بده. لا 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 تغلط بالحكي، ما في أروع وأغلى من أيام الطفولة، ولازم يكون عنا بالفيلا أشياء كتير تذكرنا فيها. أمرك أبطال. ماشي الحال، بس المهم تعجل قد ما فيك. ماشي الحال. عفوا عفوا. العمى على أكل الهوى. قال بده عنوان المهندس ماهر. ألو ألو، أهلين دكتور نصر. أهلا وسهلا، مرحبا. نعم، بدك عنوان المهندس ماهر؟ صدقني يا دكتور مالي حامله. أي والله، أي تكرم عينك، بهاليومين بيوصلك. أي على عيني وراسي. الله يبارك فيك، مع السلامة. العمى، شو هالناس هي؟ لسه ما خلصنا الفيلا، والشاطر اللي بده ياخذ العنوان ويعمر مثله. حبيبي ابو طارق، اوعى تعطي عنوان المهندس ماهر لحدا، هي عم فهمك من هلا. ها بس يا ام طارق، انا مهما حاولت خبيه رح ينعرف بالنهايه. طيب والعمل؟ والله ما بعرف. هي كل مخططات الفيلا، المدنيه والمعماريه والكهربائيه والفنيه، وحطيت لك الصور جواتهم. ليكون عندك نسخ تاني منها يا أستاذ ماهر. الله وكيلك سيدي، ما ضل عندي أي ورقة العلاقة بهالفيلا. عظيم جدا. أصبح وقع هون. مسيك. على شو بدي وقع سيدي؟ هذا تعهد بأنك ما تعمر مثل هالفيلا بحياتك منوب، وإذا بتعمر مثلها أو ما شابهها رح تتغرم بمبلغ مالي كبير وعقوبات جزائية. صدقني ما رح أسوي مثلها لحدا، هذا وعد مني. أصبح وقع، ليش خايف؟ حاضر. بتريد شي غير؟ أبداً، سلامتك، الله معك. يا غالب، من هلأ ورايح بتراقب لي كل تحركاته ليل مع نهار، مع مين عم يمشي، مع مين عم يسهر، لوين فات، لوين طلع، مين عم يزوره بالبيت، بالمكتب، لمين عم يعمل مخططات. يعني باختصار بتراقب لي الشاردة والواردة، مفهوم؟ مفهوم، ولا يهمك سيدي. انتم متأكدين من هالكلام يا غالب؟ سيدي لقطنا مخابرة للمهندس ماهر مع واحد اسمه أبو سمهر. شو عم بيقول له؟
قال بس يخلص من فيلتكم رح يعمل له فيلا احلى من فيلتكم اللي مشرشحه، هذا على قوله سيدي، وبده يعمل فيلا ثانيه مثل فيلتكم لواحد اسمه ابو نواف. ومنو هذا ابو نواف كمان؟ هذا واحد تاجر ممنوعات وهلا عم يبيض امواله وفاتح مكتب استيراد وتصدير. يا حبيبي هلا المهربين صاروا بدهم يقلدونا؟ نجوم السماء اقرب لهم. بسيطه يا استاذ ماهر بسيطه. تفضل يا استاذ ماهر. شكرا سيدي عفيني انا ما بتاخر الله يخليك. كيف الشغل معك بالفيلا؟ تمام الشغل عظيم ان شاء الله الخميس بتستلموا كل شيء. شوف يا ماهر انا الحقيقه بعزك كثير وبحب مصلحتك. الله يطولنا عمرك يا سيدي شكرا جزيلا. ولا السبب دبرت لك عقد عمل برات البلد بمبلغ مخري جدا وبمركز ممتاز جدا. تفضل هالعقد وقع عليه وبعدين تطلع عليه على مهلك. شكرا سيدي شكرا شكرا جزيلا. بس انا ما بحب السفر وهون بالبلد الحمد لله عايش ملك. ما بعرف بس والله سفر حلو يعني انا رح ابعتك. معلش سيدي انا بعتذر وشكرا لمبادرتك انا ما بحب السفر. طيب بسيطه بسيطه انا بقدر موقفك تماما. تمر شي تاني سيدي؟ لا ابدا سلامتك. قال ما بيحب السفر قال. مرحبا. شو هاد؟ خير شو في؟ تفضل معنا زكريا. وين بدي اتفضل معكم؟ عندك ست تهم رح لك اياهم، بس انا بنصحك ما تحكي اي كلمة لحتى يكون في محامي، لأنه أي كلمة بتحكيها ممكن تستعمل ضدك. وشو هي هالست تهم بالله؟ أولاً تهرب من الضرائب. ثانياً مخالفة بالمواصفات بآخر تعهد أخذته. ثالثاً سرقة حديد وخشب وشمينتو وانت عم تعمر فيلا فريدة زمان. رابعا العمال اللي اشتغلوا معك ما كنت بسجلهم بالتأمينات الاجتماعية. خامسا شهادة الاختصاص اللي عم تمارس على اساس المهنة مزورة وغير معترف فيها. وسادسا واخيرا لقينا بسيارتك حشيش وهروين. بقى تفضل معنا وبهدوء لو سمحت.